علوم وسؤالهم. تم إطلاق المركبة الفضائية أديتيا الوان لدراسة الشمس عام 2023 من إحدى الدول الآسيوية، فما هي؟ كان في 2 سبتمبر الساعة 11:45 دقيقة في عملية بث مباشر على التلفزيون على متن صاروخ بي اس ال في سي 57. مايان، إجابتك؟ اليابان. اليابان ما اقدرش الومك طبعا، ولكن إجابة خاطئة. 20 نقطة يا ندى. نجحوا في إنزال مركبة غير مأهولة على القطب الجنوبي للقمر. الهند. الهند. منا زعلانة منك. إيه اللي وداك الهند؟ الاسم كان يدي نوع هندي شوية. ندى عثمان، إجابة صحيحة. مش عارف منك كانت زعلانه ليه. منك كانت عايزاك تقول الصين. برافو عليك يا ندى، 20 نقطة مهمين جدا. 30 سانت ماري، 10 فيوتشرز لانجوج. طيب سانت ماري، دوسوا على البازر. علوم والسؤال، ما هي أول حقنة فيتامين تعطى لجميع الأجنة بعد الولادة مباشرة؟ أنا بسأل، الحقنة دي إيه الفيتامين اللي فيها؟ للحماية من تعرض الأطفال لنزيف الدماغ، لأن الأطفال عند الولادة جسمهم بيحتوي على نسبة قليلة من الفيتامين ده. روضة، إجابتك؟ فيتامين دي. دي طبعا إجابة خاطئة. 20 نقطة يا ميان. فيتامين كي. إيه اللي وداك الفيتامين كي؟ أنا فاكرة ما سمعتها. ذاكرتك خانتك. ميان، إجابة صحيحة. بص يا ميان، هو ده التركيز. أنا فاكرة. 20 نقطة، برافو عليكي، اتعادلتي 30-30. مباراة قوية جدا ومتكافئة. هنخرج فاصل وهنرجع مرة تانية مع فقرة المعرفة والعباقرة.